يعقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم لقاء قمة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في أول زيارة لخادم الحرمين الشريفين إلى واشنطن منذ توليه الحكم. وتبحث القمة ملفات عدة أبرزها تدخلات إيران في المنطقة والأزمة السورية والوضع اليمني. كان الملك سلمان قد بحث مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ملف العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وكذلك القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. عقود من الزمان مرت على علاقة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ترجمت في قمم ثنائية بدأت منذ عام 1945، واليوم قمة جديدة يسترها البلدان في تاريخ علاقاتهما. فصل جديد في سجل القمم السعودية الأمريكية بلقاء يجمع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الأمريكي باراك أوباما. مصادر بالبيت الأبيض تقول إن أوباما يحمل رسالة طمأنة للملك السعودي يؤكد فيها أن بلاده ملتزمة بالتصدي لأي تهديد أمني إيراني بعد الاتفاق النووي، كما يبحث النيبان الأوضاع في سوريا واليمن ومحاربة تنظيم داعش وملف الطاقة العالمية وسط تراجع أسعار النفط. لقاء ثان يجمع بين الزعيمين بعد تولي الملك سلمان العرش، لكنه ليس جديدا على مستوى العلاقات الثنائية التي شهدت 12 قمة على مدى عقود من الزمان. البداية ترجع إلى فبراير عام 1945، فعلى ظهر إحدى المدمرات الأمريكية بحث الملك عبد العزيز والرئيس فرانكلين روزفلت توحيد الجهود لتأسيس هيئة الأمم المتحدة وكيفية إرساء مبادئ السلام بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. وبعدها ب12 عاما كان لقاء جديد بين الملك سعود والرئيس أيزنهاور، ناقش فيه دور أمريكا في وقف العدوان الثلاثي على مصر. وخرجت القمة بمبادرة للرئيس الأمريكي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. ومع اكتشاف البترول في منطقة الخليج كانت قمة ثالثة بين الملك سعود والرئيس جون كينيدي الذي أبدى استعداد بلاده للحصول على البترول مقابل دعم الاقتصاد السعودي. وفي عام 1966 نما التعاون بين الجانبين. بحث فيها الزعيمان تطورات القضية الفلسطينية والوضع في سوريا والعراق وملف إيران النووي. شيرين مجدي، النهار اليوم. ولمزيد من المتابعة والتحليل حول القمة السعودية الأمريكية معنا هاتفيا من واشنطن هبة القدسي مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط. أستاذة هبة، أهلا بحضرتك. أهلا بك. يعني هناك يعني كما نعلم وتعلمين فتور في العلاقات الأمريكية السعودية وعقب الاتفاق النووي الأمريكي مع إيران أو القوى الغربية مع إيران، يعني إلى أي مدى يمكن أن تعيد هذه القمة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها؟ وكلا الجانبين سواء الجانب الأمريكي أو الجانب السعودي في تصريحاتهم العلنية بيؤكدوا على متانة وعمق الشراكة الاستراتيجية ما بين البلدين، وبيؤكدوا على أن العلاقات في أقوى مراحلها وأن هذه الزيارة تمثل يعني نقطة مرحلية هامة في العلاقات. والوفد اللي جاي مع جلالة الملك سلمان وفد متنوع ما بين الجانب الأمني والاقتصادي والعسكري والسياسي وأمور أيضا تتعلق بالصحة، إضافة للمنتدى الاقتصادي المعقد على هامش اللقاء. النقطة المطروحة بصفة أساسية هي إيران محورها والتهديدات الإيرانية في المنطقة. السعودية تسعى من خلال هذا اللقاء إلى تعزيز الدفاعات العسكرية لديها ضد أي نفوذ إيراني محتمل وقائم في المنطقة. إيران حتى الآن لديها أقطاع طويلة في أكثر من دولة عربية، منها اليمن، منها سوريا، منها العراق، منها البحرين، ولديها خطة لفرض الهيمنة والنفوذ على منطقة الخليج، المنطقة العربية.
ما تسعى إليه السعودية في هذا اللقاء هو أخذ تصميمات جيدة وصريحة من الإدارة الأمريكية في الجانب السياسي، وأيضا في الجانب العسكري تسعى لصفقات عسكرية. وأعلن جون كيري من حوالي يومين عن تعزيز لمنظومة الدفاع الصاروخي في منطقة دول الخليج كلها وليس فقط السعودية. ما تريد أمريكا هو تعزيز الدفاعات الصاروخية لدول منطقة الخليج بحيث تتعاون وتنسق فيما بينها لتستطيع صد أي عدوان من إيران. ما لا تريد أمريكا هو أن تتدخل بشكل مباشر للدفاع عن المنطقة العربية أو منطقة الخليج. طيب الآن هناك يعني أستاذة هبة، يعني ألا تري في موقف أمريكا تناقض بعض الشيء؟ يعني كيف تتفق مع إيران والعلاقات الدبلوماسية تسري في الاتجاه التطبيع وفتح سفارات كما فتحت لندن سفارتها في إيران، واليوم تريد أن تبيع طائرات وصواريخ ومنظومة صواريخ إلى المملكة العربية السعودية ودول الخليج لصد هجوم إيران أو محاربة إيران؟ يعني ألا تري أن هذا تناقض، أم أنه يعني أمريكا تريد حفظ من الدولارات من دول الخليج؟ يعني اختلاف في الموقف. الإدارة الأمريكية ترى أن الاتفاق النووي الذي أبرم مع طهران سيؤدي إلى الاستقرار في المنطقة. هذا يختلف مع الرؤية السعودية والرؤية الخليجية بشكل عام، أن هذا الاتفاق سيزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة بعد رفع العقوبات وحصول إيران على حوالي 150 مليار دولار من الأموال المجمدة. هذه الأموال تعتقد الدول العربية أو الدول الخليجية أن إيران ستنفقها في دعم الجماعات الإرهابية ودعم زعزعة الاستقرار وفرض الهيمنة. هنا الاختلاف ما بين الإدارة الأمريكية والإدارة أو الحكومة السعودية. الأمريكا ترى أن الاتفاق سيؤدي الاستقرار، والسعودية ترى أنه سيزيد من عدم الاستقرار. ما تريد أن تحصل عليه السعودية، وهناك محادثات حول الحصول على معدات عسكرية، وتحاول السعودية الحصول على طائرات F-35، وهنا تبرز المشكلة، لأن هذه المقاتلات F-35 هي يعني ما نسميه هنا جوهرة الترسانة العسكرية الأمريكية. فهناك سعي حثيث من المملكة للحصول على أسلحة متقدمة وتحديث الأسلحة الموجودة لديها والحصول على تصميمات أمنية وعسكرية وسياسية من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالنفوذ الإيراني. هناك أيضا قضايا سوريا وقضايا اليمن والقضايا الساخنة في المنطقة العربية. نعم أستاذة هبة القدسي، مدير مكتب جريدة الشرق الأوسط، كنت معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لك. ولكن يعني سوف نختتم الحديث نظرا لضيق وقت نشرة الأخبار.